أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الهمة عالية. في هذا اليوم نخصص هذه الحلقة للحديث عن المبادرات الشبابية التي تعد أهم محركات العمل المجتمعي والركيزة الأساسية من ركائز التنمية المجتمعية في مختلف المجالات. نستضيف شبكة تثقيف الأقران في هذه الحلقة نموذجاً عن هذه المبادرات الشبابية. أنا وميس، مرحبا ميس. أهلا محمد، وبرحب في جمهورنا الكريم، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الهمة عالية. مثل ما حكى محمد، اليوم عندنا حلقة كتير حلوة عن المبادرات الشبابية. رح نركز ونحكي عن شبكة تثقيف الأقران. قبل ما نحكي عن هالشبكة أو عن هالمبادرة الشبابية، اسمحوا لي أرحب بالضيوف الكرام معي في الاستوديو. السيدة ريهام سياج اللي هي المنسق الوطني لشبكة تثقيف الأقران في فلسطين، ومعانا ضحى اللي عضو في شبكة تثقيف الأقران. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. رح نبلش مع ريهام. ريهام، لو تحكي لنا شوي عن شبكة تثقيف الأقران اللي هي كإحدى المبادرات أو أهم المبادرات الشبابية في فلسطين. أوكي. أول شيء شكرا لكم لاستضافتنا معاكم. شبكة تثقيف الأقران هي شبكة شبابية، هي عالمية موجودة ب 63 دولة. بفلسطين بلشنا بال 2013. الشبكة من اسمها تثقيف أقران وبتخص الشباب، موجودين بكل فلسطين، بالضفة كليتها، بغزة وبالقدس، وبدعمنا صندوق الأمم المتحدة للسكان، وفي مؤسسات حاضنة لإلنا كمان. فبالضفة في عنا منتدى شارك الشبابي، بغزة في عنا مؤسسة إنقاذ المستقبل الشبابي، وبالقدس في برج اللقلق. أهداف الشبكة هي بتشتغل على أهداف بالأساس صحة إنجابية وجنسية بالتثقيف، بنثقف عدة فئات، كمان بناخذ مواضيع التنمية المستدامة وبنحكي فيها. فبنشوف انه هدف الشبكه بالاساس هو الشباب، النساء والاطفال، لننهض فيهم بالمجتمع بشكل عام. طيب شكرا. انا كمان بدي ارحب بضيوفنا اللي معنا من جمهور الشباب اللي هم اعضاء في مبادرات كثيره، واليوم اكيد راح نحكي معكم في كثير من المبادرات اللي انتم شاركتوا فيها، وكذلك نشوف تجاربكم. فاهلا وسهلا فيكم. وبدي انتقل لضحى ونحكي شوي عن تثقيف الاقران. يعني انا بصراحه هيك لما سمعت الاسم حسيته انه اسم شوي صعب، ولكن بدي تشرحي لي ليش هذا الاسم، قديش هو منسجم مع مبدأ عملكم وآلية عملكم. تمام. كتير. هلا الاسم بيجي من اسمنا العالمي اللي هو واي بير إديوكيشن نتورك، اللي هي بحيث انه المبدأ كيف احنا بنتعلم بهاي الشبكة زي ما حكت زميلتي ريهام على المواضيع الصحة الإنجابية والجنسية وقديش هي حساسة. مبدأها انه احنا بير تو بير إديوكيشن، من قرين الى اخر، من زميل الى زميله، بحيث نخرج من مجال التعليم التقليدي اللي هم نشوفه في المدرسة او في الجامعة. أوكي. شخص من جيل اخر بيعطينا هاي المعلومات، فهي بتكون من الشباب للشباب، وهذا بيرجع لحساسية هاي المواضيع وقديش احنا نستقبل من بعضنا البعض المعلومات بطريقة افضل واكفأ. تمام. كمان احنا رح نحكي محمد مع احدى الشباب المشاركين، هو منسق وعضو ايضا في شبكة تثقيف الاقران معنا في جمهور الشباب، مراد. اهلا وسهلا فيك مراد. مراد، لو تحكي لنا عن الفئات والاماكن اللي انتوا عم تشتغلوا فيها في شبكة تثقيف الاقران، عن طبيعة شغلكم، الفئات اللي بتستهدفوها والاماكن اللي بتروحوا عليها. تمام. معكم مراد شمروخ من بيت لحم وخيم دهيشة. احنا بنتعامل مع اكثر فئه من فئه الشباب، فئه المراهقين، وحتى من يعني الاهل، لان في كثير تغيرات بتصير مع الاطفال او مع الابناء، من تغيرات بيولوجيه وكل شيء، ولازم الاهل يعرفوا كيف انهم يتعاملوا مع ابنائهم. وبالنسبه للمواقع، احنا بنتعامل مع مخيمات، مع مدن، مع قرى، مع مناطق مهمشه ومناطق نائيه، ويعني تقريبا احنا كل فئه المجتمع احنا بنتعامل معها. بس هو اهم شيء ان احنا المعلومه بنتناقلها من الشباب للشباب. تمام. شكرا. طيب، ممكن كمان أسأل سلمى. طبعا احنا كنا من دردش هيك قبل الحلقة، فسلمى حكيتي لي انه في كثير من المواضيع اللي انتو كمان تشتغلوا فيها في كل منطقة بتروحوا عليها، ممكن تحكي لي شو أبرز المواضيع اللي انت شخصيا شاركتي فيها؟ مرحبا، أنا سلمى عرار من العزرية. أكثر المواضيع اللي بنحكي فيها هو الصحة النفسية، الصحة الإنجابية، صحة العائلة، الجندر، التوعية عن سرطان الثدي، العنف المبني على النوع الاجتماعي. وفعليا يعني هدول بشكل عام. أوكي. هدول أبرز المواضيع. تمام. ناخد كمان مشاركة من كمان صبية، كمان عروب. عروب راح تحكي لنا
عن المواقف اللي ممكن تعرضتوا لها انتم كشباب لسه في مقتبل العمر وانتم مبادرين في شبكة تثقيف الأقران. هل تعرضتي لمواقف واجهتك خلال عملك، خلال توجهك للفئات لأماكن مختلفة؟ مثل ما حكينا مراد أنه أنتم بتستهدفوا كل الأماكن، من مخيمات، من قرى، من مدن، وكافة الفئات العمرية. شو كانت تجربتك الشخصية عن هذا الموضوع؟ أول شيء بحب أعرف عن حالي، أنا عروب أبو عيشة من وايبير نابلس. هلأ زي ما حكى مراد، إحنا كتير متعامل مع أشخاص وبيئات وثقافات كتير مختلفة، ففي مواقف إيجابية وطبيعي يكون في مواقف سلبية. شوي عشان نسمع صوتك الحلو. وطبيعي كتير يكون في مواقف سلبية. فمن بين هذول المواضيع يمكن أكتر شيء منحسه سلبي إنه في كتير مناطق مهمشة أو نائية شوي، إنه ما بيستوعبوا فكرة إنه أنتوا كشباب وصبايا تدخلوا تثقفوا بهذول المواضيع، كأنه إشي إنه عيب أو حرام، يعني كأنه عاملين إشي غلط. فهي فكرتنا لا، إنه إحنا بنحب ندخل كشباب وصبايا، لأنه فعلياً سواء ذكر أو أنثى إحنا مكملين للمجتمع. فكتير ناس لما ندخل مناطق مهمشة واجهنا هذا الإشي، سواء وايبير نابلس أو القدس أو غزة، إنه يحكوا لا بس الصبايا يدخلوا بيحكوا بهدول المواضيع، خاصة مواضيع صحة إنجابية وجنسية. إيش شاب يجي يحكي لبنات إنه أنت كيف ممكن تواجهي تغيرات نفسية أو تغيرات بيولوجية؟ إنه إشي كتير مستبعد عن مجتمعنا. كيف قابلتوا هذا الموضوع مثلا؟ إنه مثلا كان ضروري إنه مراد، أحمد، كذا إنه يدخل ويحكوا، وهم جايين أصلا يعني مهيئين نفسهم إنهم يدربوا، فكيف كانت ردة فعلكم لو تحكوا لنا عن هلا؟ بداية كنا يمكن أول مرة جربنا هذا الإشي كنا أوكي نستسلم للأمر الواقع زي ما بيحكوا، ندخل صبايا بس. بس لما جربنا مرة، المرة الثانية لا، صرنا ندخل نقولهم إحنا شباب ذكور وإناث، بهذا الإشي نصير ننسق مع البلديات أو شخص مسؤول، يعني إلا بكل قرية أو مكان حدا فيهم بيمون على إنه كبير العيلة زي يعتبر، أو العشيرة حسب المنطقة. فهون كتير بنعتمد على هذا الشخص هو يسهلنا المهمة. فكتير كان في تقبل، يعني إحنا أول هيكون الإشي شوي صعب عبين ما يتقبلوا الفكرة، بس بعدين لا يصير في تقبل، يعني أعطينا بأماكن بعدين هم يصيروا يطلبون نوعي هدول الناس. فهون هي الفكرة، إن إحنا كيف نقدر نغير هاي المخ، يمكن ما بنقدر نغيره مباشرة بس استب باي استب نقدر نغير هذا الإشي. أوكي. هاي كمواقف سلبية. تمام، إحنا راح نرجع لكم نستمع للكثير من المواقف والتجارب اللي مريتوا فيها خلال عملكم، ولكن بدي أرجع لريهام. ريهام، كيف بتشوفي أثر المبادرات بشكل عام على الشباب؟ هل في أثر بشكل إيجابي ملموس؟ وكمان هل بتلاحظي إنه ممكن هاي المبادرات ممكن تخلق مساحة من الأفكار الجديدة عند الشباب في المناطق اللي بتروحوا عليها؟ بفكر الأغلب المبادرات اللي بنعملها والشباب عم تعملها هي بتكون عن جد وكأنه عم نحط إيدنا على الوجع شوي شوي، بنشوف تغييرات كثير كبيرة. فبتشوف إنه مثلاً المبادرات الشبابية اللي بندخل فيها على المدارس بنقدر نشوف الأثر ما بين أول لقاء وما بين آخر لقاء، كيف الشباب عم بتفكر، كيف طريقة نظرتها لنفسها، نظرتها للمجتمع اللي حواليها، وقد إيه صار في هاي نحكي المساحة الآمنة اللي إحنا خلقناها لإلهم. زي إيش في ممكن نلاحظ أثر؟ يعني إذا بنيجي نطلع مثلاً على سبيل المثال بوحدة من مدارس سور باهر، قدرنا نحس إنه في شباب صار يغيروا سلوكياتهم. كان في سلوكيات كثير ضارة كانوا يتبعوها، وإحنا لما رحنا ثقفنا هناك كثير انصدمنا إنه ولو شباب بعمر صغير عم بيواجهوا سلوكيات كثير صعبة. فحسينا إنه بنهاية التدريب إنه واو، كان إنجاز لإلنا عن جد إنه في شباب بلشت تغير هاي السلوكيات وصارت توجه كمان للأشخاص اللي نحكي مختصين. فحتى لما نشوفهم بالشوارع اللي هم شباب، إحنا عم نحكي على عمر، إذا عم نحكي بشكل خاص عن هاي المدرسة، شباب مراهقين بعمر بنحكي بصف 10 11 12، فكانوا المثقفين الأقران كانوا يشوفوهم بالشارع بباب العمود هون أو هون، فكانوا يشاركوهم كيف التجربة، تجربة خوضهم مع نفسهم، حياتهم، تجربهم الشخصية كيف صارت لبعدين، وكيف الـ نحكي الراحة اللي عم بيحسوها أكثر نتيجة هاي المعلومات أو نتيجة هذا التثقيف. حلو. طيب أنا حابة أحكي كمان في موضوع، هل إحنا حكينا عن الأثر وهذا إشي كتير حلو، إحنا هذا اللي بهمنا كمان المبادرات الشبابية إنها ما تكون مجرد بس نشاط وبدنا نعمل، لازم نلمس أثر. ضحى، احكي لنا إنه شوي عن تجربة ممكن تعرضتوا لها خلال تدريبكم للشباب أو للفئات، فئات عمرية معينة. هل يعني لاحظتوا خلال التدريب أو ما بعد التدريب إنه الأهل مثلاً احتجوا على موضوع معين، على تغيير مثلاً صبية راحت فتحت موضوع الصحة الجنسية مع إمها؟ بالضبط، شو مثلاً يعني تأثير الأهل؟ كيف هل واجهكم صعوبات من قبل الأهل لما أنتوا كنتوا تدربوا أبنائهم أو تثقفوهم في موضوع معين؟
هلا هذا شيء اكيد، خاصه انه احنا بنتوجه لهي الفئه، وخلينا نقول فئه المدارس يمكن اللي راح اكيد ترجع تحكي لها شو اخذوا بالمدرسه او شو المواضيع اللي تم مناقشتها. بس يمكن في بعض مرات لما عملنا مبادرات يمكن صار هذا الشيء في بيت لحم، انه اول شيء تم التوجه للاهالي بانه احنا كشبكه حنثقف الطلاب على هاي المواضيع. فاحنا اخذنا ستيب قبل انه نكون احنا متوجهين لهدول الاهالي حتى يعرفوا كمان مين المصدر لهاي المعلومه، وحتى يتم يبني ثقه معنا. وبعدها لما توجهنا للطلاب لقينا استقبالهم لهذا الشيء اكبر. حلو، جميل ضحى. طيب ميس، الشباب وجزء منهم اعضاء جدد في الشبكه، والجزء الاخر طبعا له يعني كذا وقت بشكل مختلف، كل حدا منهم تجربته مختلفه، ولكن الاسبوع الماضي كان عندهم تدريب في قريه الشباب، صحيح، التابع على منتدى شارك. وخلينا نتعرف مع بعض في هذا التقرير على اجواء التدريبات كيف كانت، ونرجع لكم لنكمل حلقتنا. شبكة تثقيف الأقران وايبير هي شبكة عالمية تعنى بالعنف المبني على النوع الاجتماعي والصحة النفسية والإنجابية، واللي بتهدف لنشر الوعي الصحي بين الشباب والشابات. إحنا كشبكة بنقوم بالعديد من الفعاليات والأنشطة اللي بتختلف بمحتواها وطريقة عرضها، وبتعتمد على الأسلوب التفاعلي والتشاركي في إيصال المعلومات من الشباب للشباب والفئات المهتمة بنفس الموضوع. من الطرق الفعالة اللي نوصل فيها الفكرة ومواضيعنا كشبكة المسرح التفاعلي، كونه طريقة بسيطة وفعالة في جذب الشباب وإيصال المعلومات لهم. تقوم الشبكة بعقد العديد من التدريبات، منها التدريب الأساسي ومنها التدريب المدربين المتقدم في العديد من المواضيع، منها المواضيع الصحية والجنسية والعنف المبني على النوع الاجتماعي والمخدرات، لخلق جيل شاب قادر على نقل المعلومة في الطريقة الصحيحة وإعطاء تدريبات لنقلها من قرين إلى قرين. تعلمت من تجربتي بتصحيح المفاهيم الخاطئة سواء على صعيد الشخصي أو صعيد الأفراد، وكمان طورت كثير من مهاراتي في مجال التدريب وقدرتي على الإعطاء في حين كنت متدربة وتحولت لمدربة، وأيضا وسعت مداركنا كشباب على مستواي الشخصي وكثير من الأشخاص اللي بعرفهم في تفكيرنا نحو مجتمعنا وكيف ممكن نطوره ونوجد الحلول لإله. بعد ما شفنا هالتقرير اللي تحدث عن شبكة تثقيف الأقران ونشاطها الأخير في قرية الشباب التابعة لمنتدى شارك، خلينا نتعرف أكثر على آليات التثقيف اللي بتقوم فيها شبكة تثقيف الأقران. ريهام، احكي لنا عن هالآليات اللي أنتم عم تتبعوها لتقدروا تعملوا تدريب وتثقيف للفئات العمرية المستهدفة. أوكي، زي ما شفنا يمكن بالتقرير كانت أغلب التدريبات هي مش لوح وطلاب قاعدين وهيك، هي أكثر طرق تفاعلية، ففي أنشطة تفاعلية، فعاليات اللي من خلالها إحنا بنمرر هاي المعلومات بحيث الشباب وهي عم تسمع ما تمل أو ما تحس إنه إحنا في مدرسة أو إحنا بجامعة. فالطرق دائما هي مختلفة ومتنوعة، والإشي اللي كتير بنحس إنه كشبكة متميزين فيه هو مسرح التفاعلي. إحنا حابين نحكي عن المسرح، عارفين شوي عن هالموضوع. هلا كل سنة في عنا مشاركين من الأعضاء بيطلعوا بياخدوا تدريب مسرح تفاعلي، وبنرجع نعطي فيه نطرح بالمسرح، من خلال المسرح نطرح قضايا مجتمعية. المسرح التفاعلي يمكن هو أكثر نوع مسرح بوصل لقلوب الناس. هو ببساطة مسرح إنه فعلياً أشخاص عم بيأدوا مسرحية معينة، وللمشاهدين بيقدروا يتدخلوا بهاي بالشخصيات، بيقدروا يعلقوا عليها، يعقبوا عليها، بيقدروا ينصحوها ويتفاعلوا معها وكأنها شخصيات حقيقية. بالتالي بيقدروا يشوفوا القضية وكمان بيقدروا يطرحوا لها حل. بالتدريبات إحنا بنعمل هاي النقطة، بنستخدمها كآلية لشي نشاط بنخليهم يتدربوا إنه يعملوا مسرحيات أو سكتشات صغيرة يمرروا من خلالها قضايا. حس إن هذا جدا فعال. هل دائما في تفكير لآليات جديده ممكن انتم تتبعوها، دراسات، خطط
الشبكه بتتخذها انه ممكن تشوف انها فعاله اكثر؟ هل في شيء من اكيد دائما في، لانه الاعضاء اللي عم بيجوا ما بيجوا بس من خلفيه صحيه كونه انه احنا شبكه صحيه. صحيح. الاعضاء هي متنوعين، فبتلاقي في كثير تخصصات مختلفه، بالتالي كل شخص عم بيشاركنا تجربته من تخصصه، ودائما بنعمل على تطوير سواء بالسوشيال ميديا او على ارض الواقع بطرق متنوعه اللي كل حدا من تخصصه عم بيعملها. حلو ريهام. طيب ضحى، خلينا نحكي عن مبادرة العيادة المتنقلة، وممكن كمان في مبادرة كانت في فترة كورونا اللي هي العافية على البال، فنحكي لنا بشكل عام كيف كان الشغل في هدول المبادرتين. أوكي. بالنسبة للعيادات المتنقلة هي مشروع قائم بذاته تابع للإغاثة الطبية، هي وبتدعمها UNFPA، لكن تم كيف إحنا إدخالنا كشبكة تثقيف أقران بحيث إنهم بحاجة لمثقف صحي في مواضيع الصحة الإنجابية والجنسية، وبحيث إنه العيادات المتنقلة بتوصل للمناطق المهمشة، فإحنا كمان نوصل لهدول الناس ونعطيهم هاي المعلومة بالأسلوب والطريقة المناسبة لبيئتهم، وهذا كمان يعني شكل علينا عبء إنه كيفية التواصل معهم، كيفية شو المصطلحات كمان اللي ممكن ندخلهم من خلالها ونوصلهم هاي المعلومات الصحية اللي بتهمهم. فكم تم يعني أعضاء من الشبكة تم إشراكهم إنهم يلتزموا مع العيادات على مدار الأسبوع في مدن مختلفة، الخليل، جنين، سلفيت، فعضو أو عضوين يروحوا مع العيادات المتنقلة سواء الطب العام أو الطب النسائية. أكيد واجهنا شوية صعوبات كانت في تجربة تقبل الناس للموضوع، يعني بعض القرى، وكانت هاي من تجربة الشخصية، دعينا للقاء نحكي في هالمواضيع ما حدا إجا. توجهنا للتثقيف الفردي، لقينا استجابة أكثر، ممكن يعني صرنا نفهم أكثر هاي البيئة كيف ممكن إحنا نتعامل معهم ونتوجه لهم. حتى نحكيهم بهاي المواضيع. بالنسبة للعافية على البال، العافية على البال هي بالنسبة هاي كانت اسم حلوة فكرة. هي مبادرة كانت بتخص فترة كورونا، بناية احنا شبكة كمان بهمنا كتير يعني المواضيع تطرق على مجتمعنا لانه احنا جزء منه، فكانت هي الفكرة دعم نفسي اكثر للمرضى كورونا والناس خلال هاي الفترة، وكانت اكثر على السوشيال ميديا خاصة انه في ممنوع التجمعات وهيك، فكان مبدأ الصحة النفسية خلال هاي الفترة. عشان هيك محمد انا برضو من كلامها احنا بنعرف كلنا انه احنا في وضع استثنائي خاص هلا كل العالم عشان وضع كورونا، كيف اتأثرت شبكة تثقيف الأقران في وضع فيروس كورونا؟ سؤال كتير مهم، احكوا لنا عن كيف اتأثرتوا وكيف كان شغلكم خلال هالوضع الاستثنائي اللي عم نمرق فيه. اوكي، أنا كيف أشوف صراحة هاي الشبكة يعني واو أثبتت جدارتها هاي السنة. كان عندنا خطة ببداية كل سنة، إحنا بنبني خطة لكل السنة اللي نشتغل عليها، فجأة جت كورونا سكرت الدنيا وإنه نطلع وإنه نسوي ولا أي نشاط خارجي. كانوا الشباب جدا سلسين عن جد، أنا أشكركم كمان مرة. هالقد غيرنا كل الخطة، كانت كليتها على أرض الواقع وكليتها تحولت للسوشيال ميديا. طيب. بطرق متنوعة يعني. اسمحي لي أشوف هذا التغيير من خلال الشباب، فبدي أسأل ماريا كيف كان التغيير، يعني كيف الشغل تغير فترة كورونا، شو اضطريتوا تعملوا، كيف كانت تجربتك؟ كانت اجتماعاتنا تكون أغلب الوقت على زوم طبعاً عشان نقدر نقرر إيش هي الخطة نحطها مثلاً لهذا الأسبوع أو لهذا الشهر، أو شو الموضوع الأكثر إحنا عم نشوفه أو من تجاربنا أو تجارب الحوالينا اللي هي عم بتأثر في نفسيتنا أو في صحة الآخرين. أوكي. كمان فكنا نجتمع مثلا احيانا ساعه احيانا 3-4 ساعات نجتمع، نصير نفكر انه ممكن نعمل هيك، ممكن نعمل هيك، ممكن نعمل فيديو نحكي فيه عن المشاكل النفسيه اللي احنا مثلا واجهتنا او واجهت الناس اللي حوالينا. طيب ماريا، اكيد كان شغلكم مع شباب، فكيف كانت همه الشباب في هاي المبادرات؟ هل كان في همه عاليه ولا بسبب الاوضاع كانت يعني ممكن قلت؟ بالعكس كانت هميتهم عالية، لأنه هلأ صفى أنه في أوقات فراغ كبيرة ومش قادرين يعبوا هاي الأوقات، فنحن جينا قدرنا نعبي هاي الأوقات لأنه كان كل واحد عم بياخد إشي وعم بينميه أكتر يعني بهاي الفترة. أوكي. إشي عملوا أغاني لإلها، إشي عملوا بوستات، فكانت إنه الفكرة إنه التشجيع اللي كان كتير أكبر لسه حتى من الأيام العادية لأنه كان في كتير أوقات فراغ. تمام، جميل. طيب ممكن كمان نروح لأحمد، كنا ندردش معاك أحمد أنا وميس قبل الحلقة، كمان كيف كانت تجربتك؟ وخلينا نحكي يعني أحمد هادي أكيد تجربته هادي، بس فكر تجربته ممكن ما تكونش هادي، ممكن تكون العكس. لا كانت تجربة هادية يعني لطيف الموضوع، بس معلش ارفع المايك أحمد تفضل. مرة مسكه بصراحة. تفضل احكي لنا. الموضوع لطيف يعني بصراحة، أنه في كسر حاجز كبير، انه بدل ما حدا اكبر مني او له سلطه علي يجي يعلمني،
أنا هيك بتعلم من واحد زيه. فهذا الإشي بيساعد كثير وبتوصل المعلومة أسرع وأحسن، وفيش حدا يمتحني في الآخر إنه مش راح تكذب. قديش بتحس إنه أنتوا كشباب لكم تأثير في المجتمع المحيط فيكم أو المناطق اللي أنتوا بتروحوا بتنفذوا فيها مبادرات؟ هل بتشعر أنت بينك وبين حالك بعد ما تخلصوا المبادرة ترجع على البيت إنه عن جد في تأثير، أنت حققت تأثير معين؟ أكيد في تأثير، يعني ممكن يكون تأثير منيح وممكن يكون مش منيح، بس الأغلب بيكون منيح فيك مبادرات لأنه الهدف خدمة مجتمع في الآخر. أوكي. وهذا اللي بنشتغل عليه. تحس إن هاي الفكرة عم تنتشر؟ أكيد. حلو. طيب نتوجه لصبا يا محمد كمان، داليا صح؟ داليا احكي لنا عن برضو تجربتك يعني خلال ظرف الكورونا. نحن حكينا او شفنا ولمسنا من الوضع اللي احنا فيه كانت الامور صعبه في البدايه، لكن هلا انه تحلحلت شوي، ممكن الناس غيرت نظرتها للجائحه بعد ما رجعتوا تعملوا نشاطات. اخر نشاط عملتوه في قريه الشباب، احكي لنا كيف انت كداليا عضو او منسقه او متدربه او مدربه في هاي الشبكه عن تجربتك في هذا الموضوع. اوكي، اول شيء مرحبا، اسمي دالي حاج حمد من نابلس، عضو في جديد لسه في واي بير نابلس. هلا تجربتي انا شخصيا في واي بير كانت جدا حلوه. انا اصلا يعني عندي خلفيه عن هدول المواضيع وبقرا وبثقف حالي يعني اوريدي يعني من قبل، بس لما جيت على هيك مجتمع وهيك طاقات شبابيه ما صراحه ما توقعت انه يكون في زي هيك اهتمام بهيك مواضيع بهيك اعمار. يعني لما اجيت شفت ايش عم بعطوا ايش عم بوجهوا يعني زي من قرين لقرين وبنفس الاعمار وبنفس يعني نقدر نحكي الطاقات التفكيريه اللي موجوده عندهم، كيف بوجهوا بعض وبساعدوا بعض يفهموا الاشي بصوره كتير واضحه وبصوره كتير لطيفه بدون سلطه على بعض. هذا الاشي كان كتير كويس. كمان نحب نسمع من بتول، كانت حابه تشارك. وصلوا لها المايك. مرحبا، انا بتول رجب من واي بير رام الله. كنت بدي اضيف شغله انه احنا مش بس بنثقف، او هي مش بس شبكه تثقيف اقران، احنا بكل مناسبه في لنا نشاطات، احنا في لنا مبادرات بكل المناسبات اللي بتصير، مثل هلا شهر اكتوبر الوردي احنا طلعنا بمبادرات كثيره لمريضات سرطان الثدي او المتعافيات او المؤسسات حتى اللي تعنى بهذا الموضوع. احنا طبعا كل مبادره وكل شيء بنسويه بنحس انه احنا بنقدم للبلد، وهذا الشيء بزيد من معنوياتنا يعني يعني بتحس حالك بالانتماء، يعني حلو كثير. طيب تحديدا محمد، انا حاب احكي لانه حكيت في هذا الموضوع تحديدا شبكه تثقيف الاقران، احكي لنا شوي عن الشيء اللي قدمتوه لهالحمله هاي، وهل لمستوا تغيير في الموضوع؟ هل في حدا استجاب؟ كان في تفاعل ايجابي؟ هلا اللي بدي احكي انه لو ما كان في استجابه او كان في تاثير لو لحظي، احنا بكفي انه احنا بنشوف حالنا عم نشتغل بنقدم، يعني مجرد انت ما تقدم شيء بتحس يعني بشعور نشوه، هاي شيء كثير حلو عن جد. حلو. هلا احنا طبعا تعاوننا مع مركز دنيا بخصوص شو اسمه اكتوبر الوردي، وكان في بنابلس اظن كمان كثير فعاليات ليوم الفتاه صح. حلو. وعده نشاطات ثانيه. جميل بتول. طيب احنا لضيق الوقت ريهام وضحى، وبما انه فكرتكم هو نقل من جيل لجيل او من الشباب للشباب، كيف ممكن ننهي الحلقه بانكم كل واحده منكم تنقل كلمتين مهمات للناس اللي عم بتابعونا من جمهور الشباب؟ كلمتين للشباب بشكل عام، انه خليكم احرار وتعلموا صح. اوكي ضحى، انه مبدا البير تو بير ادوكيشن، انه احنا بنقدر نعطي بعض ونتعلم من بعض، لانه احنا المسؤولين الجايين عن مجتمعنا، فحلو كثير نبدا نخلق هاي البيئه بين بعضينا البعض. هذول 8 كلمات. ما انا بقول بعد تجاوزت الحال ضحى. طيب بحب اشكرك ريهام ضحى، جمهور الشباب اللي كنتوا معنا بافكاركم ومبادراتكم وطاقتكم. أكيد كمان شكراً لك ميس على مرافقتي في هذه الحلقة. شكراً لك محمد كمان. وشكر لكل من تابعنا في هذه الحلقة، حتى نلتقي أنا وميس معكم في حلقة جديدة. هذه تحياتي.